أهلا بكم من جديد. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في قصر دولما باشا في إسطنبول. هذه الزيارة الثانية إذن لمحمد المنيفي إلى تركيا بعد توليه منصب رئاسة المجلس الرئاسي الليبي. تأتي هذه الزيارة أيضا في ظل التحضير وانتخابات مرتقبة في 24 من الشهر الحالي، 7 أيام على انتخابات الليبية. ما الذي سيكون حاضر في هذه الزيارة وماذا يحضر أيضا للانتخابات الليبية؟ هذا سيكون محور حديثنا مع ضيفنا ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور محمود الرملي الباحث في الشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور الرملي. أهلا بكم. إذن هي الزيارة الثانية للمنفي إلى تركيا. في هذه الزيارة يلتقي الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول. ماذا تحدثنا اليوم عن العلاقات التركية الليبية في ظل التحضير لانتخابات مرتقبة في 24 من الشهر الحالي؟ بتقديري أن العلاقات الليبية التركية علاقات موغلة في القدم وموغلة في القوة، ولا يمكن لأحد أن يحاول قدر الإمكان العمل على تأجيلها. هذه فيما يتعلق باستحقاقاتها، خاصة نحن نتكلم على دولة حقيقة تركيا وقفت وقفة جادة معها ماضيا وحاضرا وأكيد ستكون كذلك مستقبلا، وهذا ما يبعث أيضا على الفزع لبعض الذين يحاولون قدر الإمكان العمل على إرجاع ليبيا لحلبة الماضية وإفساد عملياتها السياسية. لا شك أن العملية السياسية التي بدأت بمعية الأمم المتحدة قد توقفت. هذا التوقف مبدأه ومنشأه أساساً المفسدين من بعض الدول، خاصة الدول المتدخلة بشكل سلبي كالسيسيون وأيضاً بعض الإمارات وما إلى ذلك، وأيضاً أتباعهم الذين يعملون على إفساد الحياة السياسية في ليبيا كما هو الحال في ميليشيات حفتر وكما هو الحال أيضا في عصابات القذافي بزيف الأحلام أو غيره. من زاوية الاتهام هي الصعوبات التي تواجه العملية السياسية. الانتخابات لن يكون هناك بالإمكان أي إجراء باتخاذ ما يتعلق ببدء الانتخابات فيما يتعلق بالرابع والعشرين، فهو تاريخ قد تجاوزه الزمن. وعلى سأتي معك إلى موضوع الانتخابات، لكن هذه الزيارة تأتي على هامش أيضا يعني حسب وكالة الأناضول بأن زيارة المنفي تأتي على هامش الشراكة أو القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية التي بدأت يوم أمس في يعني تركيا وتستمر حتى يوم الغد. هذه الشراكة بين تركيا والدول الأفريقية وأيضا الدور الليبي هنا، باعتقادك كيف يمكن يعني الحديث عن مستقبل هذه الشراكة بين هذه البلدان مع تركيا الآن؟ أعتقد بأن موقع ليبيا الجغرافي والاقتصادي والتاريخي، حيث أنها كانت من المؤسسين للاتحاد الأفريقي، وأيضا فيما يتعلق باللاعبين الفاعلين باعتبار موقعها الجغرافي المميز على المتوسط ومساحتها الجغرافية وقربها من كثير من الدول الأفريقية فيما يتعلق بآليات، خاصة ونحن نتكلم على أن ليبيا بإمكانها عمل الكثير، وتركيا أيضا استطاعت الولوج إلى أفريقيا وتحقيق كثير فكثير والكثير من المشاريع المقصودة في إطار تنمية اقتصادية وثقافية ومحاولة لنوع من التوأمة وخلق مشاريع متكافئة وترجع على القارة الأفريقية بالفائدة، وعلى تركيا كذلك، وهناك نوع من الشراكة الاقتصادية تجري حقيقة بشكل أكثر من وثيرة متسارعة. هناك صراع محموم لا شك على أفريقيا ما بين الفرنسيين الذين هم يحتلون أفريقيا سابقا، وما بين الروس الذين قدموا حاليا، وما بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى. ولكن هنا لزاما القول بأن تركيا أيضا والصين اللذين وجدا حاليا في أفريقيا حقيقة قام بالكثير من الإجراءات. تركيا نتكلم على أن هذه البلد وتعتبر من النمور السابع، وهي حقيقة بلد متطور في هذه خاصة في الناحية الاقتصادية، ويكفي قولا بأنها حاولت أن تساعد الدول الأفريقية في الكثير من العقبات الاقتصادية وأيضا تجاوز كثيرا من الأزمات، ومن ضمن الدول الأفريقية التي ساعدتها وتساعدها ليبيا باعتبار أن هناك علاقات مميزة ما بين ليبيا وتركيا،
وأثبتت الأيام أن تركيا أكثر نجاعة وقدرة من كثير من الدول، وأنها تقول ما تفعل وتفعل ما تقول، وأن العلاقات السياسية والاقتصادية بل والعسكرية كانت واضحة المعالم، وأنها تستطيع أن تكون حقيقة خير عون للدول التي تريد الاستقرار. أما الدول المتلكئة والتي كان لديها ماضي استعماري ربما تتلكأ فيما يعونة الدول، وأن معونة مصالحها هو الأساس لديها.